الدول الأخرى. طيب ما هي الدول الأخرى سيد علي هي فكرت بإنشاء طريق ممر دولي من الإمارات إلى السعودية إلى الأردن إلى إسرائيل إلى فلسطين ويذهب إلى ألمانيا. طيب يعني راح يسوون طريقين بالحالة إحنا باشر عقب خاف ما يجينا الشغل، خلينا نقول هالشكل راح ينطونا فلوس وهم المستفادين، إما شين شغلهم ويا الهند. هم راح يخلون استاذ على مصطبة الاحتياط، خلي بالك هو ترى مو هسه ينجز، يعني يبدا الشروع به تقريبا بال 2024 اذا مو بال 2025 الى 2028. بس انا شغله يعني انا ما اعرف الاخ الضيف وانا ما سمعت شيء يتحدث، فما ادري هو متفق وياي مختلف وياي. لا لا وياك 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 اتوسم به الخير. بس انا سمعت على طارق طاري اكو ربط بين العراق وبلغاريا، وانت حضرتك يمكن استغربوا طبعا حضرتك استاذ ناصر، انت تدري استثمارات احنا ايش قد عندنا بالخارج؟ احنا تدري ايش قد عندنا مزارع؟ تدري ايش قد عندنا مصانع عملاقه؟ تدري ايش قد عندنا اراضي هناك يعني وعمارات وعقارات وفنادق درجه اولى؟ وين يعني املاك الدوله العراقيه كانت لا تعد ولا تحصى، يا من جماعه وتحديدا من اهل الاسلام السياسي ياخذ اوراقه ويروح هناك ليش تشترون المعمل كذا مليار طوني ياهم والله وياك وراح نباع شغلاتنا كلها. فلا تستغرب العراق يعني تبخر استثمارات كثيره. نرجع لموضوعنا احنا، هذا هاي القروض مصيبه مصيبتها، يعني انا ما ادري على كل مشروع لازم ناخذ قرض من الخارج، وتعرف هذا القرض يترتب عليه ديون وتترتب عليه فوائد. طيب انت فاتح الاستثمار، هاي الامارات اللي هسه العالم تتغنى بها بنيت بالاستثمار، درهم اماراتي ما 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 صرف. احنا في وقت ما كنا مثل هاي الشيراتون والميريديان سويناها مساطحه وشيدت والعراق بوقتها ما دفع فلوس بها، بس احنا حكومتنا سياسينا ما اعرف يعني اخاف احكي حكايه ما تقبلون علي، ما يتريقون بيض حتى يحسون، يعني ايش تقرا لهم مثلا؟ كون تمطر مستحه وتتبللون، يعني هذا ماكو عقلية اقتصادية. هسه بالسياسة فاشلين، بالاقتصاد فاشلين، بالاجتماع فاشلين، لعد بتصدرين المشهد السياسي على شنو يعني؟ بس قبض رواتب يا عمي ما عندكم واحد بيحط، تجيبوا شركات، جيبوا شركات تقدم لكم اطروحات دراسات، جيبوا لكم واحد يشتغل لكم سيستم طبيعي. احنا مخلينا ربط خاب صينا بيه يومية مطلعين جزئية، الله وكيلك هم راح يخلونا خاف السكك اللي تنبني بغير دول تعطال يصير بها شيء كوارث طبيعيه، يقول لك يابا هذا القطار الرايح التركي مشوا بالعراق، وش يريد ياخذ العراق من؟ انا سولفت لك قلت لك يفترض ان يكون العراق مقر مستقر مو ممر، يعني انت من يعبر القطار عليك شو يريد تاخذ ترانزيت مثلا؟ مثل الطائره، فرق من طائره تعبر اجواءك وفرق بين طائره تنزل ترانزيت تنزل بمطارك، هذا فرق هوايه. انت ليش ما شغلت ميناء الفاو ومن ميناء الفاو سويت ربط سككي يوصلك لتركيا وغير تركيا؟ اما الربط السككي بيننا وبين ايران واللي هو وزير النقل بحد ذاته طلع قال هذا فقط لنقل المسافرين، وطبعا اكو فرق بين تاخذ الاستيعابيه حمولته المفروض 15 طن بعدين الجماعه سووا 25 طن، اذا اكو عمل دبره بليل ولكن مغطى هذا الامر خاصه مع الجاره ايران، اكو من يحاول ان يغطي الامور في بعض جزئياته، بس مو هذا المهم. احنا اليوم المهم نبحث عن فائدتنا، نبحث عن ايراداتنا، ليش ما ابحثها بطريقه صحيحه، بطريقه مدروسه، بطريقه علميه، بطريقه اكاديميه؟ تحدث يعني ضيفك الكريم سمحته تحدث عن عامر عبد الجبار، هذا الرجل مخلص في عمله، عنده طروحات جميله، بس مع ذلك ما اعطي الفرصه، بل حورب. وهو الرجل يتحدث انا سمعته والتقيت التقي نوبات بالكراده، عنده هواي افكار بس ما حد يسمح له، يعني وكانه الوطنيه محاربه من الداخل، كانه كل من عنده امور تخدم هذا البلد لازم تقمع، وبالنتيجه شلون يعني احنا صرنا مثل اليهود يخربون بيوتهم بايديهم، ولو عم اليهود روح شوفهم هسه صاروا ناطحات السماء وصارت من البلدان المتصدره وصارت من البلدان الراقيه، بس هذا البلد ما اعرف يعني هي شنو المصيبة اللي حلت به وصلنا لهيك مرحلة نستجدي ربط سككي ونستجدي قروض من هاي الدولة وذيك الدولة، واحنا اليوم عندنا بميزانيتنا موازنتنا 64 تريليون عجز مالي، هذا جريمة هذا.